عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا الساعة، أخوك بخيت الرميثي معاك من مطار كراتشي من مدينة الأحلام مدينة الفقير. قول، حاليا بنتوجه إن شاء الله إلى تايلاند، وهداء لك أخوي إسماعيل وللشباب أهل العراق كلهم. وهذا أخونا عدنان، عدنان. السلام عليكم. وهذا طبعا الأستاذ غني عن التعريف، الأستاذ معين حاجي معين نواز قمن، يسلم عليكم ويتمنى لكم كل خير. واستاذ ايراق ما كافي شوق بيها اب كيا بولو جن لوك لي راغ میں پہلی بار سنا ہے شوگر بھی شوق ہے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے ہم یہ بولے ہیں کہ اگر ہمیں ہماری کوئی خدمات راک والے بھائیوں کو چاہیے تو وہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہیں يقول يعني انا اول مره سمعت الحين في العراق في شوق لحمام الطيار، وقال انا مستعد لاي خدمه اني اقدر اخدم لكم اياها وخاصه لكم اهل العراق. قال اي شيء تبونه مني انا حاضر. وشكرا يا استاذي، الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. نرجع لكم ان شاء الله وبنعطيكم اول باول ان شاء الله في الهوايه. أخونا حسين راعي عمان راعي مسقط موجود في الطيارة، لأنه جاي من مسقط دايركت في الطيارة، وإحنا بنطلع معاه في نفس الطيارة، هي في ترانزيت على كراتشي من كراتشي إلى تايلاند. وفي حفظ الله إن شاء الله، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله نشوفكم على خير.